دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. في أول الأمر دعوة سرية، ثم بعدها الدعوة الجهرية. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حنوين. يدعو إلى عبادة الله. زنب أمنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حموب أن يتوب الله. والكفر بجميع ما يعبد من دون الله. أمنا يسأل الله هي على الله كما يقومي أن دفن من عبد 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 الله. يدعو إلى معالي الأخلاق. أمنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حنان لوتيت الزميت. وينهى عن مساوئ الأخلاق. عنا دارا نقول لزاني بروتويرا زي تويتر زي سيمان دار سير وتويتر زي ستار. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى من؟ بمنا محمد صلى الله عليه وسلم دين يرحمنا قوانيز. بعث للعرب؟ مو فيز يرحمنا قوان دوراب. بعث إلى الإنس؟ مو فيز يرحمنا قواني ونبيل. بعث إلى الثقلين الجن والإنس. إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم جني رحمنا قواني ثقلين زني قواني بلا سير الجن. ما معنى هذا؟ إن دي كان زني. أن كل من بلغته دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر. دي كان زني مرة سيقول لغيت أن أمدل بير زني أمدل جن سيتوغى أم محافظة كاسكن تبني هنون أمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كاسمين سنان إيزاني سنان إيكومي أمزاني إيزان ديتا فيتنا تبديو زي إيكومي زي شكمينا لي بيتكو. اليهود والنصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهم كفار كفرا أكبر. كا ريو جيوسيا نيرو كريستيان نتام أنجو أمامنا محمد صلى الله عليه وسلم زي نهاري ني أنشم تبني هديرنا Islam ni bersenit rezewa rendiah tapi jangan terlalu zaya hikumnya apa hikumina lebih tuan. Nah, kita jangan terlalu afbeizan.